والآن أعطي الكلمة لمعالي السيد خليفة شاهين المرور وزير دولة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمقتربين لدولة فلسطين الشقيقة، معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة، يطيب لي في البداية ننقل إليكم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وتمنيات سموه لهذا المؤتمر بالنجاح، وأن نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور رياض المالكي ومعالي أحمد أبو الغيط على الجهود المبذولة للإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر لدعم مدينة القدس المحتلة، والذي يعقد في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 781 الصادر عن الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. نحن نجتمع اليوم في ضوء الأوضاع الحرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي وصلت إلى مرحلة بالغة الحساسية والخطورة بسبب الإجراءات الإحادية والممارسات غير الشرعية بحق الشعب الفلسطيني وبحق مدينة القدس ومقدساتها على الخصوص. وفي ظل هذه الأوضاع نرى أولا أهمية إنهاء التوترات المستمرة في الأماكن المقدسة وحولها، ووضع حد لتصاعد الخطاب التحريضي بشأنها، ونجدد هنا رفضنا وإدانتنا لأي انتهاكات أو إجراءات استفزازية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وكذلك للاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الأقصى المبارك والتهديد بإعادة اقتحامه مجددا. ونؤكد مجددا على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس، حيث لا بد من إعادة التأكيد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأنه يعود إليها الاختصاص القانوني في إدارة شؤون المسجد الأقصى الشريف، وخاصة في ظل المؤشرات المقلقة وآخرها اعتراف طريق السفير الأردني أثناء دخوله إلى المسجد الأقصى. ثانيا، ندعو إلى وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الغسري للسكان الفلسطينيين من ديارهم. ثالثا، ضرورة منع الأنشطة الاستيطانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ونشدد على أن بناء وتوسيع المستوطنات والطرق التابعة لها يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي. رابعا، وإذ نؤكد على ضرورة وقف جميع هذه الانتهاكات، نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي. خامسا، لا بد من إعادة الأمور إلى مسارها السلمي وخلق آفاق سياسية تصاحبها عملية لتحسين الوضع على أرض الواقع، وتمهد الطريق للعودة إلى إحياء مسار عملية السلام في الشرق الأوسط. أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة، إذ نؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى المبارك، بوقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، ووقف كافة الإجراءات والممارسات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية. ندعم الدور الذي تطلع به كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية للوصول إلى نتائج تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتجاوز التحديات القائمة في طريق الاستقرار والسلام. كما نقدر جهود لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وننوه بالدور المهم الذي تقوم به لجنة القدس في حشد الدعم العربي والإسلامي في الدفاع عن مدينة القدس، ونشير إلى أهمية دعمها وتمكينها في لعب دورها الحيوي في هذا الصدد. وتدعم دولة الإمارات كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل. أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة،
انطلاقا من التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني ودعم متطلباته في تحقيق كافة حقوقه المشروعة بما يكفل القانون الدولي، فإن دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أسوة بكل الشعوب. كما قامت دولة الإمارات في أكتوبر من عام 2022 بتوقيع اتفاقية تعاون بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط. وفي ديسمبر 2022 أرسلت 85 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار، هذا فضلا عن الدعم المتعدد وفي مختلف المجالات ومساهمات دولة الإمارات في دعم عمل وكالة غوث اللاجئين الأونروا. من جانب آخر، تقوم دولة الإمارات بدورها في دعم الموقف الفلسطيني من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في عامي 2022 و2023، وبالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والبعثات الدائمة للأشقاء العرب وجامعة الدول العربية. في الختام، نتطلع بأن يحقق هذا المؤتمر النتائج المرجوة منه عبر إجراءات وخطوات لدعم الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.